ما الدنيا رمار، الدنيا ما لا تساوي شيء. واحد الرساله امتحان، اما غنجحوا فيه اما غنفشلوا فيه. هذا المغرب اللي هضرت يقولوا غيديروا لك وغيفعلوا لك وصبار ودير وهنا وعندك. شوف المهداوي اش داروا له، شوف فلان المهداوي راجل والصحافي مقتدر وما تعرض له ذاك الهاتف اللي تنهضروا عليه والتامر على الدوله. انا جاني هاتف وهواتف من الخارج وعندي مسجله والاجهزه عند التليفون ديالي ماشي مسجل، عندها محطوط في الكاسيطه كانني تنهضر داخله، زعما عارفين داك الشيء. ولكن اللي حتى عشان ما فتحوش بحث في داك الشيء اللي توصلت به انا شخصيا. فلهذا شكون اللي تكلم مع المهداوي وشكون اللي قال المهداوي راه معروفين، عمره ما غيلقاوه، عمره ما غيجيبوه كشاهد. ولكن يتسخسخ المهداوي لان عنده افكار، لان يدافع.